نعم دول البندين الأساسيين، وهي الغرض الأساسي منها من خلال 2030 يكون كل القارة الإفريقية عندها، أو يعني 600 مليون دول يكونوا عندهم أكسس للكهرباء. فبالتالي الأفريكان يونيون خد الريادة بالتعاون مع البنك التنمية الإفريقي والنباد اللي هي أورجان من الأفريكان يونيون، عضو من الاتحاد الإفريقي، مقرها في جنوب أفريقيا، واليونايتد نيشن ديفلوبمنت بروجرام اللي هو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الأربعة مع بعض بيدعموا معظم الدول اللي في الساب صحارى على أساس إن هي دي الأكسس ريت عندها أو معدل الطاقة عندها ضعيف جدا. فإلى الآن 11 دولة تم دعمها بعمل دراسات لاستغلال المصادر اللي موجودة، بيسموها كانتري أكشن أجندة، والإنفستمنت بروسبكتور اللي هي نجيب إنفستور إزاي تستثمر في مجال الطاقة المتجددة. 11 دولة تم تغطيتهم لغاية ديسمبر 2015، ومن المقرر في خلال عام 2016 ان 9 دول تانيين يتم دعمهم، لان كان في الاجتماع السنوي للأفريكا هاب بتاع سستينابل انرجي فور اول، كانت الشهر الماضي في أبيجان في مقر البنك التنمية الافريقي، ودي خط الرود ماب اللي تم اعتمادها لدعم 9 دول اخرى فيما جاء في خلال سنة 2016. طيب لو هنتكلم برضو مش مهندس على الحدث اللي موجود دلوقتي، وهو المنتدى الإفريقي الثاني لشبكات الكهرباء الذكية، علشان حتى الناس تفهم أكتر بشكل مبسط، يعني من ضمن محاور هذا المنتدى أنه هيكون هناك ترشيد في كفاءة الاستخدام أو رفع حتى في كفاءة الاستخدام لمصادر الطاقة المختلفة. إزاي ده ممكن أن هو يتم؟ يعني هي بنقول اسمها الشبكات الذكية، والشبكات الذكية زي كده ما بنقول الموبايل الذكي. فالشبكات الذكية الغرض الأساسي منها اللي هي ترشيد الطاقة. ترشيد الطاقة يعني تقليل الفاقد، تقليل الفاقد من خلال ترانسميشن لاين اللي هو خطوط نقل الطاقة، لأن الفقد بيبقى كبير جدا فيها. فلما بنستخدم ماتيريال أو معدات تكون ذات تقنية أعلى، ده بيقلل نسبة الفقد، وبيقلل نسبة الفقد معناها ان تقدري حضرتك تدي دعم الاكتر لاسر ان احنا نوصل لها كهرباء، لاني اوريدي احنا قللنا الفاقد. كذلك برضو مبادرة اللمبات الموفرة، استخدام الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية في انارة الطرق، كل دي حاجات بتدعم الشبكة الذكية. والشبكة الذكية لأن الشبكات التقليدية نسبة المشاركة من الطاقات المتجددة لازم بتبقى محدودة، لكن لما بنلجأ للشبكات الذكية نقدر ندخل بمشاركة أكبر من الطاقات المتجددة في هذه الشبكة. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس عاطف مرزوق رئيس قسم الطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، ونتمنى الحقيقة أنه هذه المبادرات يتم تحويلها إلى واقع ملموس عشان تشعر به القارة السمراء والمواطنين هناك، وبالتالي أيضا ده طبعا هينعكس علينا هنا في مصر بما أن مصر طبعا هي بوابة إفريقيا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم. ومن القاهرة ما زال بيتواصل مع حضراتكم، ودلوقتي ننتقل إلى الفقرة الحوارية الثانية بنتحدث فيها عن كيفية تنمية منطقة جنوب الصعيد تحديدا. هل الاستثمارات المطلوبة هتكون في مجال البنية التحتية فقط، من شبكات للطرق، من كهرباء، من مياه، من صرف صحي، أم تحتاج هذه المنطقة إلى تنمية حقيقية في مختلف المجالات؟ نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع في هذه الفقرة الحوارية. تنمية الصعيد واحدة من أهم الأولويات على رأس أجندة الدولة المصرية بهدف خلق المزيد من فرص العمل. وفي تحرك عملي لتنمية الصعيد، أطلقت وزارة الاستثمار في محافظات الوجه القبلي انطلاقا من أسوان بوابة مصر لإفريقيا، بالإضافة إلى ضخ 6 مليارات جنيه لتطوير أكبر شركات للكيماويات بأسوان. كما تم افتتاح أحدث فندق بمدينة أسوان لخدمة السياحة بتكلفة 220 مليون جنيه، وهو ما يعد نقلة نوعية في مجال السياحة بالصعيد. ورغم هذه الجهود وغيرها، ما زالت هناك العديد من المشكلات التي تواجه تحقيق التنمية في هذه البقعة من أرض مصر.
مشكلات حددتها لجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين في 15 مشكلة، في مقدمتها رخص التشغيل والأمن الصناعي وعقد تمليك الأراضي للمصانع والشركات وقانون الاستثمار الجديد والتصرف في الأراضي بالمجان واستكمال ميناء سفاجة البحري وتوفير التمويل للشركات والمصانع والضرائب العقارية، إضافة إلى المشكلات المرتبطة بحوافز الاستثمار بالصعيد واستكمال ترفيق المناطق الصناعية وتحديد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضي الصناعية وإنشاء مراكز لتدريب العمالة وتأهيلها لسوق العمل وتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع وتطبيق نظام الشباك الواحد ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد وحل مشاكل التعثر هناك. ويطالب الخبراء بتوفير التمويل للمشروعات المتوقفة والمتعثرة عن طريق البنك المركزي والبنوك الوطنية، ويشيرون إلى أن هناك 35 منطقة صناعية منها 19 فقط مفعلة والبقية تحتاج إلى بنية تحتية. بالتأكيد التنمية في منطقة جنوب الصعيد بتعتبر من الخطط المهمة للغاية بالنسبة للحكومة خلال الفترة القادمة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكثير من الكلمات التي كان يلقيها، وكان دائما ما يركز بشكل أساسي على هذه المنطقة وأنها تحتاج إلى الاستثمار فيها بشكل كبير، ليس فقط في مجال البنية التحتية، ليس فقط مشروعات الطرق أو حتى الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء، بل بالعكس هي أيضا تحتاج إلى الاستثمار في المجال المختلفة. كيف يمكن استغلال مختلف الإمكانيات الموجودة في منطقة جنوب الصعيد سياحيا تعدينيا صناعيا زراعيا، جميع المجالات من أجل الاستثمار ومن أجل استغلالها بشكل أكبر؟ هذا هو المحور اللي احنا ننطلق منه إن شاء الله في هذه الفقرة الحوارية مع ضيوفي الأستاذ خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن سوهاج. أهلا بحضرتك يا فندم. وأيضا بشرفنا المهندس عمر عبد الرحمن نائب رئيس فرع الصعيد في جمعية شباب الأعمال نقيب الصناعيين. أهلا بحضرتك. أهلا. برحب بحضرتكم. عايز أبدأ بحضرتك أستاذ خالد، عايز أتكلم على سوهاج تحديدا، هنبدأ فيها وإحنا بنتكلم على تنمية جنوب الصعيد. أبرز الموارد والمقومات اللي موجودة فيها إيه بالضبط؟ بالنسبة لمحافظة سوهاج هي تحتوي على 12 مركز، وهذه المحافظة يعني غنية. أكبر ثروة موجودة في محافظة سوهاج هو يعني هي الشباب الموجود الواعد اللي موجود فيها. تعتبر دول الخليج الست، لا أبالغ إذا قلت إنه 12 مركز لمحافظة سوهاج هم اللي ساهموا بنسبة كبيرة في بناء دول الخليج، من تقريبا من بداية نهضة الخليج الأولى في أواخر الثمانينات والتسعينات، ساهمت محافظة سوهاج بكوادرها البشرية بإنشاء دول الخليج الست. طب احنا عايزينهم يشتغلوا في سوهاج نفسها. هنا الآن طبعا في خلال الفترة ديت لم يكن هناك فيه الدولة أغفلت تماما توجيه خططها الاقتصادية والتنموية في المحافظة. تمام. بمعنى
أنا عندي النهاردة في سوهاج رغم عدم وجود مصانع، رغم عدم وجود أي كلفة إنتاجية فيها، إلا أنه المحافظة ليه أنا قلت غنية بمواردها البشرية. سعر متر الأرض في سوهاج أغلى من سعر متر الأرض في اسكندرية والقاهرة. ليه؟ لأنه موجود فيها عملات صعبة جلبوها أبناء المحافظة من الخليج ومن أمريكا ومن أوروبا ومن هذا الكلام، لأنه تعتبر كانت محافظة سوهاج طاردة للكفاءات من أبنائها للخارج، فتعتبر أغنى ثروة قومية موجودة في سوهاج أبنائها، اللي هم الآن بدأوا يفكروا بعد ما انقشعت الغمامة ورجعت، يعني نفكروا. أنا واحد من ضمن أبناء سوهاج، تركت البلد قبل 25 سنة والآن فكرنا ماليا، مقيم في المملكة العربية السعودية، ويمكن النائب الوحيد في البرلمان اللي هو نجح مستقل من الخارج في الداخل، يعتبر خلص الحبو ذهب. فمقصد الكلام انه احنا في عندنا حاليا رجعنا للبلد كل ما نملك، كل إذن الكوادر البشرية بتعتبر من أبرز المقومات أو الموارد الخاصة بمحافظة سوهاج. عايزة برضو أشرك المهندس عمر معنا في الحديث. طبعا الموارد البشرية شيء مهم جدا وشيء أساسي يعني بشكل طبعا مهم، ولكن هناك الكثير أيضا من الموارد اللي موجودة في منطقة جنوب الصعيد بشكل عام، زي ما قلنا في البداية في مقومات زراعية صناعية سياحية، ولكنها يا فندم لا تستغل الاستغلال الأمثل، لا تستثمر بالشكل الأمثل. حضرتك شايف أنه السبب في كده إيه؟ لا أنا هوضح لحضرتك كمان أكتر من كده. موارد مصر كلها، موارد مصر كلها في الصعيد، الموارد الطبيعية كلها لجمهورية مصر العربية موجودة في الصعيد. تمام. ما ندر هو اللي خارج الصعيد. يعني الدلتا ما فيهاش غير زراعة، لكن جميع موارد مصر الطبيعية موجودة في الصعيد. تمام. وللأسف الشديد جدا كل الموارد دي بتنقل من الصعيد وتيجي للقاهرة عشان يعاد تصنيعها. الحقيقة لو الدولة فكرت انها تساعد على فرص الاستثمار في الصعيد، وانا بنتقي الفاظي تساعد، الدولة هي اللي لازم تساعد على فرص الاستثمار في الصعيد، الصورة في الصعيد هتكون مختلفة تماما. لكن في واقع الامر اللي احنا فيه، اخر استثمار كان موجود في الصعيد مصنع السكر اللي موجود في كومومبو، مصنع السكر اللي موجود في نجع حماد، مصنع الالومنيوم اللي موجود من الخمسينات والستينات. إذن مفيش استثمار كبير دخل الصعيد أكتر من 50 سنة، ده حقيقة. وكل الاستثمار المشكلة في إيه؟ هقول لحضرتك المشكلة تكمن في النقل مثلاً ولا لا هقول لحضرتك إيه؟ المشكلة تكمن في حاجات كتيرة. رقم واحد القوانين المعطلة للاستثمار. القوانين المعطلة للاستثمار، يعني أنا بيروقراطية يعني؟ اسمحي لي، أول امبارح بس فوجئت، كانت الأراضي في المنطقة الصناعية في الصعيد الدولة بتديها ببلاش. فوجئت أول امبارح بخبر وتأكدت منه النهاردة أن بدأت الدولة تعيد تقييم سعر الأراضي اللي في المنطقة الصناعية وحددت له سعر. أنا ما عنديش ما يغري المستثمر أن يروح الصعيد والأرض كانت ببلاش، يعني لمدة 15 سنة الأرض ببلاش وما عنديش المستثمرين راحوا هناك. ليه ما فيش القوانين أنا بس عايزة أتوقف عن دي. ليه ما فيش ما يغري المستثمرين إذا كان حضرتك بتقول أن موارد مصر كلها موجودة في موجودة منطقة في الصعيد؟ يبقى إيه اللي مش بيغري المستثمرين؟ وكل اللي بيحصل أن المستثمر اللي موجود في القاهرة بيجيب الموارد الطبيعية دي، يعني كل كل المواد الخام اللي بتستخدم في السيراميك بتيجي من الصعيد، كل الموارد اللي بتستخدم في الحديد الصلب بتيجي من الصعيد، كل الرخام والجرانيت اللي موجود في جمهورية مصر العربية بيجي من الصعيد. ليه بقى ايه اللي لا يغري المستثمر ان هو يستثمر في جنوب الصعيد على الرغم من الامكانيات اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ اولا الساده المحافظين ما عندهمش القرارات. ليه ما عندهمش القرارات؟ لأن الحاجة موزعة على أكتر من جهة وأكتر من وزارة. يعني لو ضربنا مثال أن واحد هيعمل مصنع في منطقة العلاقي في أسوان، ودي تجربة أنا عشتها مع أكتر من واحد. لازم يجيب الأرض ملك هيئة التنمية الصناعية، التراخيص بياخدها من الوحدة المحلية لمدينة أسوان، تعدد موافقة الطيران المدني بياخدها من هنا من القاهرة. إذن أكتر من 15 موافقة بياخدها
ناخدها من جهات مختلفة. موضوع الشباك الواحد ده فزورة، عاوزين حلها، عاوزينها تتحل. الحقيقة ما فيش حاجة اسمها الشباك الواحد. طيب أستاذ، فده يخلي المستثمر يعزف بالفعل. أستاذ خالد عايز ان هو طبعا حضرتك عايز تتكلم على سوهاج في النقطة دي. انا بحكي على الصعيد بشكل عام وسوهاج بشكل خاص. اتفضل. في عند حضرتك بالنسبة للصعيد لسوهاج، انا قلت على الموارد البشرية كأول عنصر